بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النادي الأهلي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا، وإبراهيم فايق والكابتن طاهر أبو زيد عامل مداخلة مع الكابتن طاهر أبو زيد علشان يهني النادي الأهلي. كابتن طاهر أبو زيد ضرب كرسي في الكلوب كعادته زي ما بيقولوا كده، وبيحاول يطفي الفرحة. ليس إلا شيء إلا إن الكابتن محمود الخطيب على رأس الإنجازات اللي حصل للنادي الأهلي في كرة القدم وفي كل اللعبات. طاهر أبو زيد بدل ما يقول مبروك للنادي الأهلي وإنجاز تاريخي واللي حققه النادي الأهلي والفرق والمنافسة ومجلس الإدارة والفريق واللعيبة، الكلام الصح اللي بيتقال في هذا الأمر يعني، طالع الكابتن طاهر أبو زيد يقول لك إفريقيا تراجعت، وبالتالي النادي الأهلي لازم يحصد كل البطولات. يا راجل، أمال لما اتغلبنا من صن داونز 5 كل الناس علقوا المشانق ليه؟ والأهلي تراجع وصن داونز والدنيا اختلفت وإفريقيا والفرق ومازيمبي. يقول لك الفرق مفيش في إفريقيا، فرق يعني فين ايام زمان كتوكو والكلام ده كله؟ افريقيا تراجعت، يعني مازيمبي مش موجود، امال طلع بيراميدز بملايين ليه؟ وقطع بيراميدز من دور المجموعات ليه؟ صن داونز مش موجود، ها الرجاء مش موجود، الوداد مش موجود، كل هذه الانديه اللي موجوده في القاره الافريقيه خلاص بقى النادي الاهلي صباح الخير. ده كمان بيقول لك لو خسرت يبقى عندك مشكله، ده النادي الاهلي يقول لك لازم يسيطر على كل البطولات شمالا وجنوبا، يعني حتى كمان يعني ما تفرحش عادي، ده العادي بتاعك انك تاخد البطولات، لكن تخسر البطولات لا. ده مبروك بتاع الكابتن طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد عمره ما يقول مبروك طول ما الخطيب موجود يعني، واحنا عارفين القصه يعني. لكن غريب بالنسبه لي ان اولى حلقات الاخ اسمه ابراهيم فايق جاب طاهر ابو زيد. هل القناة دي يا كريم يا فؤاد؟ طبعا هو يا كريم يا اسمك ايه انت ابراهيم فايق، طبعا هيستضيف مارسيل كولر. ابراهيم فايق في كل حلقاته مش لاقي حاجة يشد بيها الناس طبعا غير مارسيل كولر، ببرنامج بتاعه على ام بي سي برعاية تركي آل الشيخ وموسم الرياض، وجايب كهربا وجايب امام عاشور في اولى حلقاته. يعني ما لقيتش حد في النادي الاهلي يعمل مداخلة او لاعب من اهلي سابق غير الكابتن طاهر ابو زيد. وهل انت منتظر من الكابتن طاهر ابو زيد؟ لكن ربما طاهر ابو زيد متعاقد مع القناه فبيجيبوا الاهلاويه المتعاقدين مع القناه، لكن الكابتن طاهر ابو زيد بصراحه انا ما كنتش متوقع منه ان حاجه انه يقول حاجه كويسه عن هذا المجلس او نادي، لا ده بتاع وضع طاهر ابو زيد يعني. بالنسبه لرمضان صبحي، رمضان صبحي وقرار من لجنة المنشطات أو منظمة المنشطات أخطرت نادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي عن اللعب بشكل مؤقت، مش قرار نهائي، لحين الاستماع في الجلسة اللي هتكون يوم 6 الشهر الجاي 6 يونيو. رمضان صبحي كلام كتير على إنه ممكن يتوقف مدة طويلة، والقرار الإيقاف طالما جه بهذا الشكل نتمنى إنه ما يتوقفش، لكن موهبة أضلت طريقها رمضان صبحي. زي ما قلت حضراتكم إبراهيم فايق هيستضيف مارسيل كولر في أولى حلقات البرنامج الخاص بيه. مارسيل كولر ظهر في البرنامج مقابل مبلغ كبير حوالي 50,000 دولار مقابل ظهوره مع في ساعة ولا حاجة مع إبراهيم فايق. وزي ما قلت كهربا وإمام عاشور أيضا هيكون لهم جانب من هذا، هم بياخدوا جزء من المبلغ، وأعتقد الأهلي برضه بياخد جزء من المبلغ يعني بالنسبة مقابل ظهورهم يعني، ده في الأمور التعاقدية كلها يعني أمور عقود اللعيبة يعني، بالنسبة لأن هو من الأهلي هو اللي بيسمح للعيبة وبيمنع اللعيبة في الوقت المناسب اللي هو شايف اللي ممكن اللعيبة تطلع تتكلم. بالنسبة لإمام عاشور، إمام عاشور نشر صورة ليه من خلال حسابه على انستجرام وهو لابس تيشيرت النادي الأهلي، كان لسه صغير يعني حوالي 5 سنين ولا 6 سنين 7 سنين على الأكثر يعني، ونشر صوره لي وهو لابس تيشيرت النادي الاهلي وسنه صغير، ونشر صوره اخرى وهو مع دوري اللقب او الكاس الخاص بدوري ابطال افريقيا، وقال من صغري بعشقه، من صغري بعشقه. ده كلام امام عاشور والصوره اللي نشرها على حسابه على انستجرام. مارسيل كولر طبعا
بنسبه كبيره زي ما قلت لحضراتكم القرار الخاص بايقاف مباراه الاهلي والالومنيوم. الاهلي والالومنيوم، الالومنيوم حتى الان مش عارف، يقول لك بنبعت بنكلم حد في اتحاد الكوره هنلعب ولا مش هنلعب ماتش مع حد ولا لا، ما حدش بيعبرنا ولا حد بيسال فينا يعني. حتى الزمالك بعت خطاب ولسه حتى الان اتحاد الكوره ما ردش عليه، لكن انا بقول لحضراتكم اغلب الظن ان المباراه هتتاجل. هنيجي دلوقتي القائمه اللي اعلنها حسام حسن للمنتخب مصر، وكان رمضان صبحي من ضمن الاتصال بس تم استبعاده وتم الاعلان عن ايقافه. لكن زي ما بقول لحضراتكم نادي الزمالك بيهدد بعدم ارسال لاعبيه في حاله لعب المباراه في موعدها. طبعا الاجنده ثلاثه، حسام حسن عايز يلعبها يوم 28، مارسيل كولر والنادي الاهلي اتفقوا مع اتحاد الكره ممكن يبعت لعيبه يوم 28 ولعيبه يوم 30 على حسب اللعيبه اللي شاركت في البطوله على حسب مستوى وحاله اجهاد لعيبه النادي الاهلي. نادي الزمالك قال لك لو ما قدموش مباراه بروكسي مش هنبعت اللعيبه بتاعتنا الا بمصدر نادي الزمالك الا بعد او مع اول يوم من توقف الدوري هو يوم 3 يعني. اما بالنسبه لمارسيل كولر في حاله تاجيل مباراه الالمنيوم هيسافر هو الجهاز المعاون ليه لقضاء اجازه سريعه خلال فتره الاجنده الدوليه، وبعد كده يعود مع النادي الاهلي يستأنف بقى مباريات الدوري والتجهيز للسوبر الافريقي. ابراهيم فايق من خلال حساباته على السوشيال ميديا اعلن على لقائه مع مارسيل كولر من خلال بوست كتبه، قال لك اللي عنده كولر زينا نقول له يا عمنا. وايضا عمرو السلية لاعب النادي الاهلي من خلال حسابه على فيسبوك قال الحمد لله 4 بطولات افريقيا خلال 8 سنوات داخل جدران النادي الاهلي، كل الشكر لكل فرد داخل المنظومه والف مبروك لجمهور الاهلي العظيم، افريقيا يعني الاهلي. كلام رائع وكلام جميل جدا. لكن انا هنا عايز برضه اتوقف سريعا عند الكابتن محمود الخطيب. فترة حسن حمدي طبعا كابتن حسن حمدي كان في لعيبه على مستوى عالي واعلى من اللعيبه الموجودين حاليا، لكن فكره الكابتن محمود الخطيب واسلوب الاداره واختيار المدربين وازاي على الرغم ان هو السيستم واحد يعني، لكن لما يكون لعيب بامكانيات الكابتن محمود الخطيب لما يقف مع لاعب ويتكلم الدوافع اللي بيديها للعيبه ده شيء مهم جدا، الى جانب قبل اي شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى للاهلي، وربما يكون التوفيق بسبب كابتن محمود الخطيب وشخصيته واحترامه. ربنا يديم على النادي الاهلي البطولات ويديم على النادي الاهلي نعمه محمود الخطيب. القائمه الخاصه بمنتخب مصر لتصفيات كاس العالم، الاتحاد المصري نشر القائمه وقال لك الطريق الى 2026 مونديال قائمه المنتخب الوطني. في حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان، في خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني واكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح، وفي وسط الملعب انا غريب بالنسبه لي بصراحه يعني يمكن واخد اللاعب جناح عمر كمال، فين عمر كمال؟ عاد خط الظهر محمد عبد المنعم رامي ربيعه ياسر ابراهيم احمد رمضان بيكهام محمد هاني اكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح. عمر كمال رغم انه يتعلق مع النادي الاهلي في الدوري لكن ما خدوش، على الرغم من كل كان بيقول ممكن عمر كمال خلاص يعني. خط الوسط مروان عطيه وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور واحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وتريزيجيه. في خط الهجوم مصطفى محمد الشامي، محمد الشامي مين يا عم حسام؟ لكن اهو واحمد امين اوفا اوفا ايه يا عمنا الله يبارك لك يا شيخ روح. مصطفى محمد واحمد امين اوفا ومحمد الشامي ومحمد شريف. انت مدير فني على ما تذكر كان في مباراه ما بين النادي المصري وكان النادي المصري، المباراه شهدت مهازل تحكيميه حقيقه، كان في مهزله تحكيميه على غرار مباراه المصري فيوتشر غير مباراة الزمالك واسمها كده لما الحكم طرد حسام حسن بالتمثيل. كان فيه ضرب الجزاء صحيح الميدو جابر للنادي المصري والحكم قال لك لا اداله انذار وطرد ميدو جابر. النادي المصري طلع بيان بيتكلم فيه عن المهازل التحكيميه دي، بصراحه هي مهازل مهازل جيت للجد يعني، لو على المهازل فهي مهازل يعني. التحكيم المصري من سيء الى اسوء،
في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله.